وللمزيد حول هذا الأمر ينضم إلينا الدكتورة مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة. دكتور مروة، بعد التحية، بداية، إشادة أممية تؤكد على حجم الإنجاز الذي يتم تنفيذه من خلال مبادرة حياة كريمة. هل ذلك أول تواصل أممي مع المؤسسة أم أن هناك شراكات أخرى، وكيف تقيمها؟ مساء الخير. هو طبعا احنا يعني كان لافت للنظر ان التقرير الامم المتحده يطلع ويقول ان احنا يعني المنسقه المقيمه للامم المتحده بمصر، ان هي تقول ان الحياه كريمه هي اكبر برنامجا للحد من الفقر على الاطلاق. ده كان بالنسبه لنا وسام شرف لكل مصري ومصريه، ان احنا قادرين ان احنا نعمل حاجه مش موجوده ايا كان الشراكات او الشغل مع الجهات الدوليه. فكره انه يطلع تقرير زي ده من جهه دوليه، ده بيقول احنا فعلا ماشيين على الطريق الصح، احنا فعلا بنحقق، بدليل انه احنا ما فيش دوله حققت اللي مصر حققته بانها تحط على خارطه الطريق بتاعها ان كل قريه ونجع موجود على الارض، على الاراضي المصريه. احنا لينا طابع جغرافي خاص، وعلى الرغم من ذلك احنا بقينا ضمن مبادرة حياة كريمة شايفين كل قرية وكل نجا وكل تجمع سكني صغير متشاف على خريطة التنمية في مصر، وده وسام شرف كلنا نقدر نقول ان احنا بنفتخر بيه في مصر الحمد لله. نعم، دكتور مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، جزيل الشكر لك.